السلام عليكم ورحمة الله. سوف نكمل سلسلة تعلم الكلمات الألمانية للمستوى الثالث B1. دي إنرجي يعني الطاقة، والجمع إنرجين. Wir müssen Energie sparen يعني يجب أن نوفر الطاقة أو نوفر بالطاقة. Abends habe ich keine Energie mehr, Sport zu machen. Abends habe ich keine Energie mehr, Sport zu machen. يعني مساء لا توجد لدي طاقة حتى أمارس الرياضة. Eng يعني ضيق. Die Jacke ist mir zu eng. Die Jacke ist mir zu eng. يعني الجاكيت ضيق. Wir arbeiten mit dieser Firma eng zusammen. يعني هنا بما معناه أننا نعمل بشكل وثيق مع هذه الشركة. Der Enkel يعني الحفيد، والجمع أيضا Enkel. هنا die Enkelin يعني الحفيدة، والجمع die Enkelinnen. Alle meine Enkel gehen schon zur Schule. Alle meine Enkel gehen schon zur Schule. يعني جميع أحفادي يذهبون إلى المدرسة. Entdecken يعني يكتشف. في المضارع entdeckt، في الماضي البسيط entdeckte، وفي الماضي التام hat entdeckt. Ich habe in deinem Brief noch ein paar Fehler entdeckt. Ich habe in deinem Brief noch ein paar Fehler entdeckt. يعني وجدت أو اكتشفت بعض الأخطاء في رسالتك. Entfernen يعني يزيل. في المضارع entfernt، في الماضي البسيط entfernte، وفي الماضي التام hat entfernt. Der Müll muss dringend entfernt werden يعني يجب إزالة النفايات وبشكل سريع مستعجل. Das Hotel liegt etwa 100 Meter vom Strand entfernt. Das Hotel liegt etwa 100 Meter vom Strand entfernt. يعني الفندق بعيد تقريبا 100 متر من الشاطئ. Die Entfernung لها عدة معاني، ممكن تكون مسافة أو بعد أو إزالة، والجمع die Entfernungen. Aus dieser Entfernung ist das nicht zu erkennen. Aus dieser Entfernung ist das nicht zu erkennen. يعني لا نستطيع معرفة هذا الشيء من هذه المسافة أو عن هذا البعد. Entgegenkommen يعني يلبي أو يلاقي أو يستجيب. Auf dem Weg nach Hause ist mir mein Nachbar entgegengekommen. Auf dem Weg nach Hause ist mir mein Nachbar entgegengekommen. يعني هنا وأنا بالطريق إلى البيت لقاني جاري أو التقيت بجاري. Können Sie mir mit dem Preis entgegenkommen؟ يعني هنا المقصود يعني هل تستطيع أن تراعيني بالسعر؟ هنا عندما أقول entgegenkommen mit dem Preis السعر، يعني أن تخفف لي من السعر قليلا، أن تخفض من السعر. Enthalten يعني يحتوي أو يتضمن. بالمضارع enthält، في الماضي البسيط enthielt، وفي الماضي التام hat enthalten. Diese Schokolade enthält nur sehr wenig Zucker. Diese Schokolade enthält nur sehr wenig Zucker. يعني هذه الشوكولاتة تحتوي فقط على القليل من السكر. Ist die Änderung im Preis enthalten؟ وهنا المقصود هل يشمل السعر أيضا التغيير؟ يعني هنا تم التغيير على شيء، ممكن على بضاعة أو منتج، وهنا نسأل إذا كان السعر يتضمن هذا التغيير. Entlang يعني معناه على طول أو على امتداد أو بمحاذاة، وهذا هو
يكون حرف، ممكن أن يكون مثلا حرف نصب أكوزاتيف أو جينيتيف مضاف إليه، ونادرا أن يكون داتيف مجرور. Gehen Sie diese Straße entlang, dann kommen Sie direkt zum Bahnhof. Gehen Sie diese Straße entlang, dann kommen Sie direkt zum Bahnhof. يعني اذهب على طول هذا الشارع وثم سوف تأتي مباشرة إلى محطة القطارات. Entlassen. Entlassen لها عدة معاني، منها يفصل، يطلق سراح أو ينهي خدمة. Entlässt في المضارع، Entließ في الماضي البسيط، وهات Entlassen في الماضي التام. Die Operation ist gut gelaufen. Die Operation ist gut gelaufen. يعني العملية مشت بشكل جيد. Wir können Sie nächste Woche aus dem Krankenhaus entlassen. Wir können Sie nächste Woche aus dem Krankenhaus entlassen. يعني بما معناه سوف نسمح لك بالذهاب في الأسبوع القادم، الذهاب إلى البيت. Die Firma hat viele Mitarbeiter entlassen. Die Firma hat viele Mitarbeiter entlassen. يعني الشركة فصلت الكثير من العمال. Die Entlassung. Die Entlassung يعني الفصل أو إنهاء خدمة أو إطلاق سراح. Seine Entlassung aus der Firma kam überraschend. Seine Entlassung aus der Firma kam überraschend. يعني فصله من الشركة كان مفاجئ. طبعا هذه الكلمات موجودة أيضا على الموقع germanhof.com، وفي الموقع أيضا تستطيعون التسجيل في دورات اللغة الألمانية المباشرة. يعني الآن توجد دورات جديدة للغة الألمانية، دورات مباشرة أونلاين مباشرة، وأيضا تستطيعون التسجيل في دورات اللغة الألمانية المسجلة. دورات اللغة الألمانية المسجلة هي عبارة عن دورات مسجلة من دورات كانت مباشرة. وفي الموقع أيضا يوجد برنامج المحادثة، وهذا البرنامج هو يعمل عن طريق الذكاء الاصطناعي، يعني تستطيعون التحدث مع البرنامج وكأنكم تتحدثون مع ألمان. طبعا هو جيد للتدريب على المحادثة لجميع المستويات، وأيضا توجد الكثير من التمرينات، وتوجد أيضا امتحانات تجريبية وملفات، ويعني جميع الوسائل لتعلم اللغة الألمانية. هذا كان درس اليوم، نراكم إن شاء الله في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.